مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه في كل مكان. اهلا بيكم حلقه جديده مميزه من طبيب الحياه، زي ما عودناكم بتقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وافضل الاطباء في جميع التخصصات وايضا افضل المراكز الطبيه. يكون منورنا النهارده من داخل حلقه دكتور محمد عبد العزيز، اخصائي التركيبات الثابته من مركز شايني وايت، وايضا استاذ دكتور وائل غانم، استشاري جراحه تجميل واصلاح العيوب الخلقيه. مستنيين اسئلتكم وتساؤلاتكم على الصفحه الخاصه بينا، صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. فاصل صغير نرجع مره ثانيه. مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه في كل مكان، اهلا بيكم فقره جديده مميزه من طبيب الحياه. الحقيقه كلنا عارفين ان الابتسامه عنوان جمال الوجه او الوش بشكل عام، وعشان يكون عندنا ابتسامه جميله لازم يكون في اسنان جميله، عشان كده كتير منا بقى بيلجا دلوقتي لعمليات تجميل الاسنان. بس في ناس كتير قوي بتخاف بقى من برد الاسنان وبتخاف من عمليات التجميل بشكل عام، ان هي بس مش حاجه جماليه، ممكن تاثر كمان على الوظيفة بتاعت الأسنان. النهاردة هنتكلم عن تجميل الأسنان وإزاي نحن نرجع ابتسامتنا بشكل حلو ما نداريهاش بإيدينا، ونرجع كمان أسناننا بيضة وجميلة، والأهم تكون مناسبة لملامح الوجه أو الشنة وما تكونش فيك أو مصطنعة. النهاردة معانا دكتور مميز زي ما عودناكم، ونحن بنقدم لكم أفضل الدكاترة وكمان أفضل المراكز الطبية من داخل مركز شايني وايت. دكتور محمد عبد العزيز أخصائي التركيبات الثابتة في مركز شايني وايت، وأيضا المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمي بألمانيا. أهلا بيك يا دكتور محمد، ومنورنا في طبيب الحياة. وزي ما قلت في الانترو بتاعي يا دكتور، ناس كتيرة قوي بقت بتحب تقدم على عمليات تجميل الأسنان عشان يكون مظهر سنة حلو، ابتسامتها تكون حلوة، ما تتحركش لما بتيجي تضحك. بنشوف بنات كتير ورجال كمان كتير يحطوا ايديهم على شفايفهم عشان يداروا الابتسامة، بس بيخافوا من برد الأسنان أو بيخافوا من الألام اللي ممكن يحسوا بيها أثناء عملية تجميل الأسنان، أو إن هم يرجعوا الابتسامة التانية الحلوة. تقول لهم إيه أو إيه الحل المثالي للمشاكل أو الوسواس اللي بيجي لهم في دماغهم من برد الأسنان هيحدث ألم أو هنخاف منه شوية؟ طيب خلينا بس في الأول نقسم مشاكل الأسنان ممكن تبقى جاية منين. لو أنا عندي حالة أو عندي مريض جالي عايز يجمل شكل أسنانه، إيه المشاكل اللي ممكن تبقى موجودة عنده؟ أوكي. هنتكلم في ثلاث محاور أساسية. أول حاجة اتجاه السنان، تاني حاجة شكل السنان، ولون السنان. طيب نتكلم كل واحدة لوحدها. اتجاه السنان يعني ايه؟ اتجاه السنان يعني مكان السنة نفسه في الفك مش صح، طلع لبره شوية أو داخلة لجوه أو روتيتد، لفة مش في مكانها الطبيعي، مش مظبوط. طيب حلها ايه؟ في عندي حلين، يا إما تقويم يا إما تركيبات ثابتة. يعني مثلا زي الصورة دي يا دكتور، مثلا بالزبط. دي السنة اتجاهها مش مظبوط بالظبط. أنا عندي هنا مشكلة في اتجاه وشكل ولون. اتجاه طبعا السنان، ان السنان كلها مش مرصوصه الرصه الطبيعيه بتاعتها، مش موجوده في المكان المظبوط بتاعها في الفك. ودي زي ما اتفقنا بنعالجها يا اما بتقويم يا اما بالتركيبات الثابته اللي هو الكومبليت كفر او الكفر الكامل اللي على السن اللي هو الطربوش. اوكي، ده بالنسبه للاتجاه. طيب بالنسبه للون برضو في الصوره دي كمان بالظبط، ما احنا اتفقنا الصوره ديت فيها ثلاث مشاكل: اتجاه ولون وشكل. طيب اللون انا عندي حل من الاثنين بنتكلم فيه، ان انا عايز اغير لون السنان بتاعي، يا اما تبيض دائم يا اما تبيض مؤقت. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ التبيض المؤقت ده فكرته باختصار ان احنا بنريبليس الاملاح اللي لونها اصفر اللي موجوده في السنان وبنحط مكانها املاح لونها ابيض. بس مشكلته ان هو مؤقت، العمر الافتراضي بتاعه قليل جدا من 6 شهور لسنة. طيب ايه العوامل اللي ممكن تسرع الموضوع دوت ان هو السنان ترجع لنفس اللون الطبيعي بتاعها قبل نتيجه التبيض؟ اي حاجه فيها نيكوتين او كافيين. طيب انا امتى بعمل التبيض المؤقت ده؟ لو انا عندي مناسبه، عايز احضر، عندي فرح، عندي خطوبه، عندي حاجه مستعجله كده، عايزه بسرعه، عايز حاجه تخلي شكل اسناني وفي نفس الوقت خلاص تاخد الوقت بتاعها اللي هو 6 شهور لسنة، وبعد كده اسناني ترجع للونها التاني الطبيعي بتاعها بالظبط. ده بالنسبه للتبيض. في ناس بتطلب كده يا دكتور، يعني ما بتحبش سنانها لونها ابيض دايما يعني. لا لا، في يعني ما انا بقول لك في ناس بتبقى عايزه تعملها عشان خاطر بس مناسبه معينه، عنده فرح او عنده حاجه عايز يخلص المناسبه دي، وبعد كده اسنانه هو مبسوط بيها او عاجبه اللون بتاعها. طيب ده بالنسبه للتبيض المؤقت. طيب التبيض الدائم،
الطبيب الدايم ده احنا هنتكلم في نقطتين اساسيتين. اول حاجه عندي القشره التجميليه. ايه فكره القشره التجميليه؟ ببساطه ان انا ببتدي اشيل شويه من السطح الخارجي بتاع السنه واحط القشره التجميليه بتاعتي بلون مختلف، بلون ابيض. شويه دول يعني نبردها بالظبط، انا بخشن يا دوبك بس السطح الخارجي بتاع السنه، مش برد البرد يعني زي ما مقتنع عند الناس. طيب الحاجه الثانيه غير القشره التجميليه الكومبليت كفرج او الغطاء الكامل او الكفر الكامل اللي هو بالظبط الطربوش. هنا ببتدي اشيل اكتر، بحضر اكتر من السنه، يعني بدل ما كنت بشيل 0.3 ملي من في القشره التجميليه لا انا هنا بشيل تقريبا بنبردها اكتر يعني بالظبط، بشيل من ملي لملي ونص من السنه اول اراوند حواليها كلها. اوكي، وبحط الكومبليت كفر بتاعي او الطربوش بتاعي. الشكل اللي هو السنه المتناسقه وفي نفس الوقت في بياض للاسنان بالظبط. ده بالنسبه لو انا عايز اغير لون، فاحنا اتكلمنا على اتجاه وعلى لون. طيب لو انا عايز اغير شكل، في ناس كتير قوي مقتنعه ان هي لو عملت تبييض شكل السنه هيبقى حلو، او لو عملت تقويم شكل السنه هيبقى حلو. الموضوع مش موضوع لون بس او اتجاه بس، انا ممكن السنان ارجعها بالتقويم في المكان الطبيعي بتاعها بس شكل السنان نفسه مش حلو. السنان مثلا شكلها مربعيه الشكل او مخروطيه الشكل، ده عمره ما هيتظبط ولا بتبييض ولا بتقويم. اوكي، لازم ساعتها ابتدي ان انا اعدل في شكل السنه نفسها، اغير السنه قصيره او مشرشبه بالظبط. يعني دي مشكله في الشكل، عمر التبييض او عمر التقويم ما هيحلها. التبييض هيغير لون لكن عمره ما هيغير شكل واتجاه، التقويم هيعدل اتجاه بس عمره ما هيغير لون ولا هيغير شكل. اوكي. طب دكتور، بنشوف ناس كتيره قوي ومعظمهم فنانين، يعني المفروض الفنانين بيروحوا لاكبر الدكاتره وما بيسترخصوش زي مثلا حد عادي او كده، وبنلاقيهم مصطنعين قوي يا دكتور، او السنان بتاعتهم فيك قوي، اللي هو دي عامله عمليه تجميل، ده بيضه بزياده اللي هو الابيض الجيري ده. ده بيبقى عيب يا دكتور ولا بيبقى في مثلا جهاز معين بيطلع النتيجه دي، او الدكتور بيض بزياده قوي؟ فايه اللي بيأثر على الشكل النهائي لبياض الاسنان؟ لان فعلا بتبقى مصطنعه جدا جدا وبتوحش، مش بتجمل، مش باين ان هي طبيعيه، بيبقى باين ان الشخص إن هي عامله حاجه عامل حاجه في اسنان. خلينا نتفق بس على حاجه في الاول، ان التجميل في مجال طب الاسنان هو مش تخصص، هو علم ودراسه. مفيش تخصص اسمه تجميل اسنان، لا ده مجموعه كبيره قوي من الدكاتره كل واحد متخصص في المجال بتاعه عشان ابتدي اعمل حاجه تجميليه للحاله اللي معايا او للمريض اللي معايا. لكن هو مش دراسه، يعني مفيش دراسه في اي كليات اسمها تجميل اسنان بالظبط. بتهيألي ده فن كمان، المفروض الدكتور الاسنان يكون عارف يعني بالظبط ايه اللي لايق على الملامح. انا كدكتور لما مريض جالي او حاله جات لي، انا لازم ابقى عارف الشكل الطبيعي بتاع السنان. لازم ابقى دارس كويس قوي السنان. السنان دي بتتكون من طبقتين، يعني ربنا خلق لنا السنه دي بتتكون من طبقتين، طبقه زجاجيه خارجيه اللي هي المينا، وتحتيها طبقه قطمه شويه اللي هي العاج. طيب الطبقه الزجاجيه الخارجيه دي طبقه شفافه جدا بتشف اللي وراها. انا مثلا كدكتور لما اجي اعمل قشره تجميليه لازم اعرف اختار نوع الماده اللي انا هشتغل بيها للمريض بتاعي او للحاله بتاعتي. انا شلت طبقه زجاجيه، فالمفروض ان انا اعوضها بطبقه زجاجيه ثانيه. فهنا بقى نبتدي نتكلم على الماتيريال اللي احنا بنشتغل بيها، ان انا ببتدي اشتغل بالبيور بورسلين، درجه الشفافيه بتاعته عاليه جدا، تقريبا حوالي 95% من السنه الطبيعيه. طيب في ماده ثانيه مثلا اللي هي الزيركونيا، ودي سمعناها كتير قوي الفتره اللي فاتت دي. الماده دي كويسه مش وحشه، بس هي مشكلتها ان انا عندي درجه الشفافيه بتاعتها قليله جدا، اقل، مش زي البورسلين بالظبط، مش زي البورسلين النقي. فبتبان الطبقه الجيريه شويه. فانا شلت الطبقه الشفافه الطبيعيه بتاعت اللي ربنا خلقها لنا وحطيت مكانها طبقه جيريه، فدي اللي هتديني الشكل الفيك اللي هو مش طبيعي. مش طبيعي، في حاجه غلط. صح. في حاجه مش لانك بدلتها بحاجه مش زيها. انا عملت حاجه لونها ابيض وشكلها حلو بس ما فيهاش روح ومش شفافه بالظبط، اللي هو الضوء ما يخترقهاش، مش هيخترق، هو هتمتص الضوء وتمنع ان هو يعدي للحاجه اللي وراه، عشان كده بتبان ان هي قاتمه شويه. وبنشوف هو مش كاتبينها لي في السكريبت، بس انا بشوفها بجد، يعني بكلمكم في حاجات انا بشوفها مع اصحابي مع الناس اللي حواليا، ان فعلا بتخليهم فيك قوي واسنان بيضاء قوي قوي قوي، وبتحس ان هو بتطلع لهم شويه ضب، يعني بحس ان السنه تخينه شويه بالظبط. ما هو تخينة. هنا بتلعب في حاجتين. الدكتور حضر قد ايه من السن؟ هل حضر بالقدر الكافي ان انا هو يقدر يعوض اللي شاله بس من غير ما يطلع ببروز للسن لبره؟ يزودها بالظبط. وفي نفس الوقت الماده اللي هو بيشتغل بيها، هل الماده اللي بيشتغل بيها يقدر ياخد منها اقل تخانه من غير ما يبقى فيها مشكله، من غير ما تتكسر، من غير ما يحصل لها اي حاجه؟ فهنا نقطتين، نقطه الدكتور في التحضير بتاعه ونقطه الماده اللي هو بيشتغل بيها والتكنولوجيا اللي عنده. لو هو بيشتغل مع معمل
طبعا هتطلع التركيبه بتاعتي تخينه وبارزه لبره شويه، وممكن تعمل لي منظر الضب اللي كنا بنتكلم عليه. لكن لو هو عنده تكنولوجي، لو هو بيشتغل بالتركيبات بالكمبيوتر، انا اقدر اوصل لغايه تخان زي ما اتفقنا في القشره التجميليه 0.3 مللي، دي عمرها ما هتعمل ضب. لان حضرتك يا دكتور محمد قلت لنا قبل كده ان فني المعمل ما بيبقاش فاهم قوي. بالظبط يعني بالظبط، هو ما عندوش اللمسه الجماليه بتاعت الدكتور خالص، ممكن يخليها مليانه شويه او سميكه شويه. بالزبط. ممكن يرفعها اكتر. بالظبط. طيب دكتور، بنشوف برده ناس كتيره قوي لما بتضحك دي بتبقى محرجه جدا يا دكتور، اللثه بتبان بسبب بقى ان اسنانهم قصيره او مشاكل دي هي مولوده كده مثلا او حصل حاجه، فبرضه بيداري الابتسامه بايديه او بتداري الابتسامه بايديها، فتبقى محرجه جدا ان اللثه بتبان وساعات بتكون لونها غامق كمان. تمام. بتدي مشكله اكبر، دي حلها بيكون يا دكتور؟ طيب انا بعيدا عن السنان، انا عندي في عوامل تانية بتساعد في شكل السنه في الاخر هيبقى عامل ازاي. اللثه والشفايف. طيب انا عندي لو حاله جات لي مثلا سنانها شكلها حلو ما فيهاش مشكله، بس جزء كبير قوي من اللثه مغطيها. طيب حل الحاله ديت ايه؟ نبتدي ان احنا نشتغل بالليزر، بقطع بعمل حاجه اسمها ريكونتورنج او ريشيبنج، ببتدي اعدل شكل اللثه بالليزر، بدل ما اخلي جزء كبير قوي من اللثه مغطي السنان بتاعتي، لا انا هخلي جزء صغير من اللثه زي ما واضح معانا. بالظبط زي ما واضح معانا هنا، انا هنا ببتدي اعدل شكل اللثه. بس انا هنا عندي المشكله ان اللثه نفسها ما كانتش متساويه، بمعنى ان انا عندي في سنان مستوى اللثه بتاعها اعلى من سنان، وفي سنان اوطى من سنان. أوكي. فانا ببتدي اعدل شكل اللثه، اخليهم كلهم على صف واحد. بالظبط على صف واحد. ده بالليزر يا دكتور؟ بالظبط. الليزر احنا زمان كنا بنعملها بمشرط، دي اللي مؤلمه بقى. مؤلمه وفي دم وقصه يعني مش حلوه خالص. واخد بنج موضعي طبعا. لا ما هو طبعا واخد بنج موضعي، بس برضه في الم بعد بعد. بالظبط. بعد ما خلص. لكن الليزر هو مش حاسس بحاجه دلوقتي. لا لا انا فكره الليزر كلها ان انا بقطع وفي نفس الوقت بوقف لو في اي شعيرات دمويه بوقفها. ازاي؟ بمنع الليزر نفسه هو كده. يعني بيقطع وفي نفس الوقت بيوقف اي نزيف ممكن موجود. فبيخلي العيان بعد ما البنج يروح ما يبقاش فيه عنده اي مشكله. البوست اوبرتيف بتاعه او بعد ما خلص الشغل بتاعه الريكفري بتاعه يبقى سريع جدا. الخلايا نفسها عشان ترجع لحالتها الطبيعيه الاولانيه بتاخد وقت قليل جدا. يعني حضرتك دلوقتي بتساوي الاسنان او بتساوي اللثه وفي نفس الوقت بتقص منها. بالظبط بقص منها اللي حضرتك شايفه بقى. يعني بالظبط ان انا عشان خاطر السنان كلها تبقى على ليفل واحد، ما تبقاش واحده اعلى من الثانيه. أيوة. دي اول قصه في قصه ان احنا نعدل شكل اللثه بالليزر، ان انا ما يبقاش عندي في سنان اعلى من سنان. اوكي دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، انا عندي ممكن الشفه نفسها العضله بتاعت الشفه اللي فوق بتترفع كتير قوي والواحد بيضحك او الواحد بيبتسم. طيب دي حلها ايه؟ انا مش يعني عندي طول السنه مناسب. بس انا عندي مشكله في الشفه نفسها ان هي بتترفع زياده عن اللزوم، فبتبين لي بالظبط جزء كبير. هنا ممكن نحقن حقن معينه في اماكن معينه في العضله بتاعت الشفه، تعمل لها ريلاكسيشن، تخليها لما تيجي الحاله او المريض يبتسم الشفه نفسها ما تترفعش 100%، العضله نفسها ما تشتغلش شويه، بتنزل على السنان شويه، تبتدي مثلا ان هي يحصل لها انقباض بنسبه 40-50%. فهيخلي لي بدل ما كنا مثلا 5-6 مللي هم اللي بيبقوا من اللثه، لا انا هيخلي لي مثلا 1 او 2 مللي بس. ما بتغيرش في الشكل دي يا دكتور لما لا 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 خالص تنزل شويه الشفه دي؟ ما بتغيرش في شكل ايه؟ في شكل الابتسامه نفسها او لا بتغير طبعا، انا عندي جزء اكبر من السن هو اللي بيبان وجزء اصغر من اللثه ما بيبانش. فدي طبعا بتفرق في الشكل العام للسنان. طيب انا عندي اتكلمنا في قصه الليزر في ان انا ابتدي اعدل فيها شكل السنان. طيب لو انا عندي زي ما اتكلمنا في الاول ان انا عندي السنان نفسها قصير، يعني اللثه كلها على نفس المستوى بس مغطيه جزء كبير قوي من السن، فباين السنان صغيره قوي. طيب دي حلها ايه؟ طيب عندي حل من الاثنين، يا اما هنعمل قشره تجميليه يا اما هنعمل تركيب، بس لوحده مش كفايه، لازم الاول اعدل شكل اللثه. لان ممكن حاله تجيلي مثلا او تروح لدكتور تقول له انا شكل سناني مش عاجبني، يحضر ويعمل لها تركيبه وشكلها ابيض شكلها حلو، بس لسه المريض او لسه الحاله عندها نفس المشكله ان هي مش مبسوطه من شكل سنانها. عشان سنانها قصيره. طيب يبقى انا ابتدي من الاول احط خطه مظبوطه، اشخص الحاله مظبوط، الحاله دي محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا اعمل لها تركيبه بس ولا محتاجه الاول ان انا اعدل شكل اللثه عشان خاطر اخلي جزء اكبر من السنه هو اللي يبان. فابتدي الاول اقطع باللثه، اشكل اللثه من الاول، ارفع جزء كبير قوي من اللثه عن السنه بحيث ان انا اخلي قدر الطبيعي من الاسنان تبان. بالظبط من الاسنان تبان، وبعد كده افاينلايز الحدوته دي بان انا احط تركيب.
طب دكتور ازاي بتتعامل مع اسنان كل مريض؟ يعني الخطوات اللي حضرتك بتعملها او بتجريها في المركز بتختلف مثلا من مريض للتاني حسب ايه بالظبط؟ حسب سنه هو او سنها هي، او الاسنان شكلها بيبقى عامل ازاي؟ طالب مثلا تبييض بس للاسنان، طالب ان هو يعدل الاتجاه بتاع الاسنان، بتختلف يا دكتور الخطوات مع كل مريض حسب سنه حسب نوعه؟ يعني لو سيده او رجل ولا لا كل واحد وكلها اجهزه، بس حضرتك بتبدع بقى بترسم شويه بقى لان احنا لغينا شويه فكره المعمل كمان. تمام. طيب احنا كدكاتره بنعتمد في الاساس على العلم والدراسه والمهاره. علم لوحده مش كفايه، عشان يبقى معايا علم كويس لازم يبقى معايا تكنولوجيا اوظف فيها العلم اللي انا استفدته. طيب تكنولوجيا لوحدها مش كفايه، لازم ابقى عندي درايه ازاي اشتغل بيها وازاي اوظف الحاجات ديت في ان هي تطلع لي نتائج حلوه في الشغل بتاعي. احنا عندنا اي مريض او اي حاله بتيجي ابتدي لك السيناريو من الاول خالص، بيخش على العياده التشخيصيه. العياده التشخيصيه ديت احنا بنصور للمريض بتاعنا او الحاله بتاعتنا اشعه ثلاثيه الابعاد. اوكي، هي بتبين كل الاسنان بالظبط، ببين السنان والحاجات كمان اللي تحت اللثه وحاله العظم. باينه قوي للدرجه. طبعا هي 3 دي يا دكتور. بالظبط، انا ببقى بعيني، مجرد عيني انا مش هشوف غير الجزء اللي باين اللي هو فوق اللثه، الجزء التاج او الجزء من السنه الطربوش اللي فوق، لكن بقيه السنه الجدر بالحاله بتاعه العظم بالكلام ده كله انا عمري ما هشوف. طبعا لازم طب معانا فيديو تشرح عليه دكتور احسن. تمام. يعني دي مريضه، دي حاله معانا صورت اشعه ثلاثيه الابعاد. ده الجهاز اللي بيلف عليه ده بيصورها بالظبط. دي بتاخد صوره للفك العلوي والفك السفلي بكل البيانات بتاعته، السنه بالجدر بحاله العظم اللي حوالين الجدر بكل الكلام ده. اوكي. طيب انا ليه بيبقى عندي الكلام ده؟ انا لازم قبل ما ابتدي اشتغل في اي حاله او اشتغل مع اي مريض لازم ابقى عندي كل الداتا بتاعته، السي في بتاعه. بالظبط، انا عايز اعرف السنه ديت هل معمول فيها حشو؟ طيب هل معمول فيها حشو عصب؟ طيب حشو العصب اللي معمول فيها كويس ولا وحش؟ طيب السنه ديت او الضرس ده حالته في العظم اخبارها ايه؟ العظم ماسك فيه كويس ولا السنه مثلا فيها دوبان في حته معينه من العظم ولا لا؟ احتاج طبعا لو انا هعمل زرعه عايز اشوف كثافه العظم، هل المكان بتاعي او العظم بتاعي يسمح ان انا اقدر احط زرعه ولا لا؟ دوت منظر بالظبط، ده منظر الفك للاشعه بعد ما صورناه. هنا بقى المقاطع اللي بتطلع لي ديت انا بطلع كل ملي في السنه او في الضرس، ببقى عارف كل حاجه في السنه. زي ما اتفقنا انا ما ينفعش مثلا مريض يجي لي او حاله تجي لي وتبقى عامله مثلا حشو عصب حالته مثلا مش كويسه واغطيه بتركيبه او احط عليها طربوش. طب ما هو بعد كده هيحصل مشكله. ليه بقى المشكله دي حصلت من الاول؟ عشان انا كدكتور ما عرفتش ان السنه دي معمول فيها حشو. لا، وحضرتك يا دكتور مش بتهتم بس بشكل الاسنان، لا وبالوظيفه، لان بعدين ممكن برضو تقلمه. طبعا انا لما بيجي بالظبط، خلينا نتكلم مثلا في حته تجميليه، لو انا مريض او حاله جات لي هبتدي اعمل لها حاجه تجميليه في اسنانها فوق وتحت، لازم اعرف من عن طريق الاشعه ثلاثيه الابعاد انا هحتاج اشيل قد ايه من السنه. طيب وهل اللي انا هشيله من السنه ده هيتقاطع بعد كده مع القناه بتاعه العصب ولا لا؟ هل السنه دي هتحتاج بعد كده ان انا اعمل لها حشو عصب ولا لا؟ ما انا ما بخشش اشتغل واتفاجئ بعد كده. لان حتى العيان نفسه مثلا بيبقى عامل نفسه على بادجت معينه، ما بيبقاش مستحمل ان حاجه تانية مثلا تزيد عليه. فلا، انا قبل ما اشتغل مع العيان انا بقول له سيناريو 1 2 3 هيحصل. حاجه قلت دي حاجه حلوه للمريض طبعا، لكن ما تبقاش في حاجه زياده عن اللي هو حاسبه يعني. بالظبط، فانا مهم قوي بموضوع الاشعه المقطعيه ده ان انا ابتدي اشتغل بيه. طيب بعد ما المريض بتاعي بيبتدي يخلص الاشعه المقطعيه بيبتدي بقى ايه، احنا كدكاتره بنحط الخطه العلاجيه ليه. نشوف العيان ده او المريض ده محتاج لايه، لو محتاج حاجه تجميليه طيب هل المريض ده انا هعمل له قشره تجميليه ولا هعمل له كومبليت كفر او هعمل له بتشاركه معاك يا دكتور محمد؟ يعني بتقول له مثلا انت عايز ايه ولا بتشوف المناسب وتعمله له؟ دلوقتي الناس كلها بقى عندها باك جراوند، يعني ما حدش بيجي لك العياده ومثلا ما كانش لف على كذا دكتور قبل كده او راح لكذا حته، عنده خبره خلاص في الموضوع. بالظبط، فهو بيجي المريض مش دكتور. هو من السمع بيقول مثلا انا عايز اعمل قشره تجميليه. طيب نبتدي بقى نصور الاشعه ونشوف ونقول مثلا لا الحاله بتاعتك مش هينفع ان هي تعمل لها مثلا قشره تجميليه، لازم نعمل لها كومبليت كفر. طيب ليه اعمل لها كومبليت كفر؟ دي بتختلف من حاله لحاله. طيب الفيديو ده ايه دكتور عبراني؟ دوت احنا بعد ما خلصنا الموضوع بتاع الاشعه بنبتدي ان احنا نحضر السنان. بنبتدي نحضر السنان وزي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت باستخدام الميكروسكوب، ان انا ببقى عارف بالظبط انا بشيل قد ايه. طيب الفيديو اللي معانا ده احنا بعد ما خلصنا تحضير للحاله بنبتدي ناخد المقاس الضوئي بالجهاز اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو السارك.
المقاس الضوئي ده، ده احنا اتكلمنا عليه انه بدل العجينه اللي كنا بناخدها زمان. اللي طالع لي في الصوره ده، ده شكل السنان بتاعت الموديل اللي طلع بعد ما صورت بالكاميرا، طلع لي على السوفت وير او على الكمبيوتر بالمنظر ده. هنا بقى ببتدي اعمل التصميم بتاعي واعمل الديزاين نفسه بتاع شكل السنان. احنا هنا دلوقتي شغالين في القصه دي، يعني دي حاله مثلا قشره تجميليه حوالي 8 اسنان في المنطقه الاماميه في الفك العلوي. بعد ما حضرنا خدنا المقاس الضوئي، دلوقتي احنا شغالين في التصميم بتاعها على السوفت وير. اوكي. طيب هنا دوت احنا بالظبط المنظر دوت ده واحنا بناخد كل حاجه قدامكم يا دكتور، بتشوفوها بدقه جدا، والتفاصيل التفاصيل يعني. اه طبعا. ما بيبقاش فيه غلط. لا لا يعني الريشيو او تقريبا دي فيديو كاميرا يعني. كاميرا فيديو بتصور 1 تو 1 يعني. الصوره اللي انا بصورها بتطلع لي بنفس المقاسات بتاعتها، بنفس الطول، بنفس الابعاد، ولا حاجه ازيد ولا حاجه اقل، بحيث ان انا لما اعمل التركيبه في الاخر تنزل في مكانها وتبقى مقفله كويس وما يبقاش فيها اي مشكله عندي. طيب الاجهزه دكتور، ودور الاجهزه والتطور والتكنولوجيا ساعدكم كتير يا دكتور. يعني زمان لما ما كانش مثلا السرك، صح السرك ما كانش موجود، كان بيفرق مع المريض ومع النتيجه اللي حضرتك بتطلعها للمريض، ولا لا بيبقى في بدائل دايما؟ طبعا هي بتفرق في وقت وبتفرق في جوده الحاجه اللي انا بشتغلها. انا دلوقتي لما كنا بنيجي نشتغل حاجه بالطرق التقليديه زي ما اتكلمنا الحلقات اللي فاتت، كانت بتاخد وقت طويل جدا عقبال ما التركيبه تطلع لي، وممكن يبقى فيها مشاكل وممكن يبقى فيها عيوب. التكنولوجيا دلوقتي ساعدتنا كتير قوي ان انا اقدر اوصل لتركيبه كفاءتها كويسه جدا وشكلها حلو جدا وفي وقت قليل جدا. فانا حافظت على الكفاءه والجوده بتاعت الماتيريال. مش معنى ان انا عملت حاجه بسرعه، وفرت وقت بالظبط، مش معنى ان انا عملت حاجه بسرعه فهي مش الجوده بتاعتها مش كويسه. لا احنا اهم حاجه عندي ان الحاجه توصل بكفاءه عاليه قوي، وفي نفس الوقت اختصرت وقت طويل قوي للعيان. طب دكتور بنشوف بنات كتيره قوي بيحبوا يعملوا عمليه تجميل الاسنان لمجرد الرفاهيه. تمام. انا عايزه اعمل عمليه تجميل الاسنان، شفت ممثله عجبتني فانا عايزه اعمل زيها او اقلدها. تمام. وفي ناس كتيره قوي برضو بنات بيخافوا، ممكن تكون مؤلمه، ممكن تكون متعبه لاسناني، توجعني اسناني، فليه خليني باسناني. احنا معانا مجموعه من الصور وحضرتك كمان هتعلق لنا عليهم، لان بنشوفها كتير قوي. الله اسنانها حلوه قوي، شكل ابتسامتها حلوه جدا، فانا عايزه اعمل زيها لمجرد رفاهيه. وفي ناس تانيين بيخافوا، فاحنا معانا اول صوره حضرتك تشرحها لنا. دي مشكله ان هي عندها شكل اسنانها عاجبها، اتجاه السنان مظبوط، بس اللون بالظبط في اصفرار شويه، كل اللي عايزه تغيره لون السنان. اوكي. طيب الحاله ديت احسن حاجه ليها ان انا ابتدي اعمل قشره تجميليه. طيب زي ما اتكلمنا قبل كده في القشره التجميليه ان احنا كل اللي بنشيله تقريبا حوالي 3 ملي من السطح الخارجي. برد جامد، انا بخشن بس سطح السنان ده بالظبط. المنظر بعد ما عملنا التحضير ده بعد بتاع ده بعد ما حضرنا السنان. السنان بنفس شكلها بنفس كل حاجه، يا دوبك بس خشنت السطح الخارجي. أوكي. للسنه عشان اقدر احط القشره التجميليه عشان ما تعمليش البروز او الضب اللي اتكلمنا عليه. طيب نشوف كمان الصوره اللي بعدها. ده بعد. الله. ده بعد. هي دي يا دكتور طبيعيه حلوه يعني، بالزبط. مش هي بيضه بالزياده. دي فكره بقى البيور بورسلين اللي احنا بنشتغل بيه. يعني نسبة الشفافية بتاعته اللي هي اللي بتختلف تديني النتيجة اللي هي اللي مش كويسة. طبعا. وده الفرق، ما بقول لك ده الفرق ما بين ان احنا بنشتغل بماتيريال بيور بورسلين نقية 95% زيها زي السنة الطبيعية، درجة الشفافية بتاعتها عالية قوي. يعني دي لو في ضوء ممكن يعدي من بين الاسنان. طبعا. يعني ديت كده متصورة كمان من غير لايتنج، من غير إضاءة. اوكي. دي بقى ايه المشكلة؟ دي حالة تانية ان هي عندها مشكلة في لون وفي شكل وفي اتجاه. كل حاجة يعني. بالظبط. يعني دي عندها مشكلة في كل حاجة. طيب احنا الحاله زي ديت كان ممكن ان احنا مثلا نعدلها بتقويم شويه، ان انا اعدل شكل السنان، اعدل اتجاه السنان بالظبط، بحيث ان انا ارجع كل سنه في مكانها الطبيعي. بس كده او كده هتاخد وقت، وكده او كده هي هتحتاج تغير اللون وشكل السنان. فمشكله التقويم بس الوحيده عامل الوقت ان هو بياخد تقريبا من حوالي سنه، برضه مش حلو، سنه ونص يعني بالظبط. وفي الاخر كتير مش حلو، وفي الاخر ممكن احتاج ان انا اغير الشكل بتاعي او اللون بتاعي. اوكي. فحاله زي ديت هي ما كانش عندها وقت ومش مستحمله ان هي تعمل التقويم بالظبط. فبدانا ان احنا حضرنا الثمان سنان اللي فوق والثمان سنان اللي تحت. أوكي. وعملنا لها الكومبليت كفرج او الطربوش الكامل. دي ما عملتش قشره، دي عملت لا دي ما عملتش قشره. اوكي. ده منظر الـ السنان من فوق. في عندي اعوجاج في اماكن السنان مش موجوده، مش مظبوطه في المكان بتاعها في الفك. في تسوس وفي اصفرار. في تسوس، في اصفرار، وفي الشكل مش متظبط، والاتجاه مش حلو، واللون طبعا مصفر.
اوكي دكتور، الحالات دي يا دكتور بتبقى صعبه يعني لو السنه اصلا او الضروس بايظه فيها تسوس فيها تاكل وحشت قبل كده، بتبقى اصعب من لما تكون السنه مثلا اتجاهها مش مظبوط او لونها مصفر شويه، بتبقى اصعب لما تكون فيها مشاكل بقى وظيفيه من جوه، ولا لا حضرتك بتتعامل مع الاثنين نفس التقنيه ونفس الوقت؟ حسب لو يعني لو انا عندي، ما هو ساعات كتير قوي حالات بتجي لنا مثلا واحده عامله حشو مثلا او واحد عامل حشو بقى له مثلا 10 15 سنه ومحتاج ان هو يغيره. طيب انا عشان خاطر اغيره لازم ارجع بالسنه او بالدرس ده للزيرو بوينت للاول خالص. فدي طبعا بتاخد شغل اكتر وبتاخد وقت اكتر، غير لما حاله ما فيهاش اي حاجه غير حاجات بسيطه بالظبط، حتى لو فيها مثلا العصب مثلا ملتهب فيها تسويس، بس انا اول حد هشتغل فيها طبعا بتوفر وقت وتوفر مجهود كبير قوي على المريض. طب نشوف الصوره بعد ما شفنا الكوارث في الصور اللي قبل كده، تسوس واصفرار وعدم اتزان الاتجاه شويه متلخبط شويه بالزبط. دي الصوره النهائيه، ديت الصوره دي اتعملت بالظبط في جلستين، يعني جلسه عملت الفك اللي فوق وجلسه ثانيه عملت الفك اللي تحت يومين، يعني يوم خلصت فيه الفك اللي فوق. لا تسلم ايدك يا دكتور بجد، يعني شكلها طبيعي قوي وشكلها حلو، واكيد الابتسامه اتغيرت خالص وبتفرق نفسيا مع لسه كنت هقول، وهي اكيد بقت واثقه في نفسها اكتر، تفرق نفسيا لان الشكل كان قبل فظيع زي ما احنا شايفين دلوقتي وبعد حاجه تانية خالص، لان الاسنان مهمه قوي يعني خصوصا دلوقتي يا دكتور. ما حدش مثلا في اي شغل بصراحه، مش بس الميديا او الاعلام ان احنا نكون قدام التلفزيون او الاضاءه، لا في اي شغل مظهر مهم وغير الشغل في العلاقه في يعني واحد في ممكن العادي. يبقى عنده مشكله في العلاقات الاجتماعيه مع الناس ان هو انطوائي بسبب شكل اسنانه، ان هو مش واثق في نفسه. بشكرك جدا دكتور محمد، كنت منورنا في طبيب الحياه ومستنيين ان شاء الله لقاءات وفقرات جديده نستكمل فيها حوارنا. كان منورنا في الاستوديو دكتور محمد عبد العزيز اخصائي التركيبات الثابته في مركز شاين وايت، وايضا المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي بالمانيا. استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه، احنا كل يوم معاكم من السبت الاربع من الواحدة حتى الثانيه زهره، ما تنسوش الاعاده من الواحدة صباحا وايضا من السابعة صباحا. كنت معكم انجي علاء، الى اللقاء.